إن الحكومة الجزائرية تعمل على ترقية أثر السياسات العمومية وتعزيز دور المواطن في تنشيط التنمية المحلية ودعم دوره في صنع القرار في شتى البرامج القطاعية. إن الجهود المبذولة لتحديث وعصرنة النشاط العمومي المتعلق بتسيير التنمية تنبثق من الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية المستمدة منه، إذ تعزز هذه النصوص الدور الهام الذي يلعبه المواطن كعنصر فاعل في المجتمع وكمستفيد أول من التنمية، وتجعل كذلك من اللامركزية نمطاً للحكم المحلي. كما تؤكد هذه النصوص على ضرورة تلبية حاجيات السكان وتمكينهم من الوصول إلى التنمية البشرية والاجتماعية المحلية الشاملة المتكاملة والمستدامة. إن بروز مسألة التنمية المحلية الشاملة المتكاملة والمستدامة في السياق الوطني الحالي ليس عرضياً، وإنما هو نتاج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد، وفي الأوضاع الصعبة المترتبة عن انخفاض العائدات الخارجية للبلاد تستجيب هذه التنمية لضرورة المواصلة بطريقة مبتكرة ومبدعة لسياسة الإدماج الاجتماعي التي انتهجتها الدولة في ظروف مالية مختلفة. إن التنمية المحلية الشاملة تمكن من التكيف مع متطلبات العالم والاستجابة للتطلعات المتزايدة باستمرار للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين دون استثناء، لا سيما المجتمع المدني والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أن هذه المبادرة ستحول الفئات المستهدفة إلى فاعلين حقيقيين سترافقهم الدولة في تنمية أقاليمهم. أيتها السيدات أيها السادة، إن إعادة تنشيط التنمية المحلية المستدامة الشاملة الذي يعد الهدف الرئيسي لبرنامج دعم التنمية المحلية المستدامة والإجراءات الاجتماعية في شمال غرب الجزائر والذي يدخل في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، هو أيضا نتيجة لعملية تفكير ونشاطات عمومية ترمي إلى إنعاش المستويات المحلية، لا سيما عن طريق إعطاء دفعة قوية لنشاطات التضامن الموجهة للفئات السكانية الأكثر هشاشة والأكثر حرمان. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تعرف سياسة عمومية حقيقية تجاه الفئات السكانية هذه، يجب علينا التنسيق والعمل معا لتوظيف الموارد المجندة سنة تلو الأخرى في هذا الجهد التنموي. لهذا الغرض أطلقت مبادرات تعديلية جماعية وما بين القطاعات لتحسين التآزر وبين مختلف الجهات المحلية الفاعلة، بما في ذلك فاعلي التضامن وأجهزة ترقية الشغل وخلق النشاطات المولدة للموارد، وهذا من أجل استهداف أنجع للفئات السكانية الضعيفة. أيتها السيدات أيها السادة، تجسيدا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إن مخطط عمل الحكومة الخماسي 2015-2019 قد أسند لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة محورين رئيسيين من السياسة الاجتماعية للدولة، هما تعزيز آليات التضامن الوطني وترقية المرأة. ولتعزيز آليات التضامن الوطني باشرت دائرتنا الوزارية بوضع استراتيجية متوازنة تجمع ما بين تحسين حماية الفئات المؤهلة للحصول على مساعدات الدولة من جهة، ومكافحة ذهنية التبعية من جهة أخرى. وتضمن هذه الاستراتيجية على التكفل بالفئات المعوزة غير القادرة على العمل، ومن خلال حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، وذلك باعتماد منهجية قوية بين القطاعات كما هو الشأن فيما يخص حماية وترقية الطفولة، وكذا حماية الأشخاص المسنين ومكافحة الهشاشة والإقصاء. علاوة على ذلك، تقوم وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بتطوير أدوات جديدة لإنجاح سياسة التنمية المحلية الشاملة، إذ نعمل على تعزيز الشراكة مع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، وتطوير مؤهلات الموارد البشرية للقطاع عبر التكوين والتدريب من أجل اكتساب معارف وخبرات محينة خاصة في المهن الاجتماعية الجديدة. كما يسهر قطاع التضامن الوطني على مواصلة مكافحة البيروقراطية على مستوى الهياكل التابعة له، وعلى تسهيل استفادة الأفراد المؤهلين من الإعانات العمومية المقدمة لدى مصالح ومكاتب النشاط الاجتماعي. أيتها السيدات أيها السادة،
لابد لي أن أركز على المجهودات التي تقوم بها الدولة الجزائرية من أجل جعل حماية المرأة وترقيتها في قلب جهدها الاجتماعي لصالح التنمية الشاملة، وذلك من خلال تسهيل وصولها إلى التشغيل ومرافقتها من خلال نظام الاستماع والتوجيه، استمرارية تنفيذ جميع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى محو الأمية، الإدماج الاجتماعي والاقتصادي مع مكافحة العنف وتثمين عمل المرأة الريفية، وذلك في منظور تساهمي تكاملي ومستدام، تعزيز أطر التشاور والتبادل لتنفيذ المشاريع المكرسة لترقية المرأة، وذلك بالتنسيق المشترك بين كل القطاعات. أيتها السيدات، أيها السادة، إن هذا البرنامج الذي نشرف على انطلاقه اليوم سيساهم بدون شك في تدعيم معظم الأنشطة الاستراتيجية المنجزة من قبل قطاعنا، ويطمح إلى جعل 24 بلدية المعنية في الولايات الست لشمال غرب الجزائر نماذج ناجحة لإشكالية التنمية المحلية المستدامة والمتكاملة، والتي ستمنح الفعالية اللازمة للسياسات العمومية لصالح الفئات الهشة. إن برنامج دعم التنمية المحلية المستدامة والإجراءات الاجتماعية في شمال غرب الجزائر بالنسبة لنا هو نموذج للتعاون يحدد أهداف كمية، نذكر منها إنشاء 60 جمعية تعاونية ل3000 امرأة ترشد في صناعة الحلفة، وخلق 150 مؤسسة مصغرة في الصناعات الحرفية، مع توفير ما بين 500 و700 فرصة عمل. قد تبدو ضئيلة مقارنة مع احتياجات التنمية في الجزائر، لكن ما يهم في حالة ما إذا حققنا 70% من هذه الأهداف هو أننا سنقدم أجوبة مستدامة للتخلف والعزلة والهشاشة التي تعيشها الأقاليم المقصودة والساكنة. كما يجب على الجهات المحلية الفاعلة معنية والمستفيدة من برنامج دعم التنمية المحلية المستدامة والإجراءات الاجتماعية في شمال غرب الجزائر أن تحصل على استقلاليتها وتضمن مستقبلها، مع العمل على استمرارية المؤسسات وتعزيز استدامة الأنشطة التي تم إنشاؤها خلال البرنامج، كما سيتم تعزيز ما يقارب 50 جمعية محلية وتكوين 120 خبير في المرافقة الاجتماعية في إطار هذا البرنامج. سيدات والسادة الحضور الكرام، إن الحكومة الجزائرية تسعى من خلال برامجها لتحسين نمط معيشة جميع المواطنين، خاصة منهم الفئات الهشة من المجتمع، ويعرف هذا المحور الدائم لسياستها في الوقت الحاضر توجها جديدا في إطار برنامجنا هذا، يفتح باب المشاركة للجماعات المعنية بكل فعالية مع الجهات المسؤولة والجهات المؤسساتية الفاعلة من أجل صياغة محيطها وتجسيد ديناميكيتها الخاصة. هذه المبادرة تدخل في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى دعم التنمية المحلية المستدامة والشاملة والنشاطات الاجتماعية من خلال تغيير النظرة النمطية التي سادت على نشاطات الجماعات المحلية، وتستهدف كذلك الوزارة من خلال هذا النشاط دعم الفئات الهشة على تغيير أسلوب حياتها وتغيير الانتقال من منطق انتظار المساعدات والدعم والتبعية إلى منطق التكفل والتحرر من خلال خلق نشاطات مدرة للربح. نحن نسعى إلى الحفاظ على الصناعات التقليدية وعلى كل ما له علاقة بالتراث الوطني، ولاحظتم أنه من بين شركائنا في هذا البرنامج وزارة البيئة ووزارة السياحة كذلك، لهذا لابد أن لا نغفل أن هناك فئات لازالت تنشط في هذا الإطار، نسعى إلى تحسيسها وعلى تمكينها ومرافقتها لتشجيعها على مواصلة العمل في هذا الإطار. والصناعة الحرفية المتعلقة بالحلفة ليست هي الوحيدة التي يتضمنها هذا البرنامج، بل البرنامج يتضمن عدة نشاطات حرفية أخرى. فيما يخص 4000 دينار، الأخت سبق لي وأن جاوبت على هذا السؤال، قلت بأنه متفق عليه في الحكومة على أن 4000 دينار لا تكفي لسد حاجيات الفئات اللي راهين المعاقين أو غير، لكن هذه
الحالة هي حالة ظرفية قلت تزول إن شاء الله بزوال الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد حاليا، لكن سوف تزول إن شاء الله، لكن هذا ما يمنعناش حاليا أننا نوفر كل الدعم اللازم، الدعم من خلال المساعدات العينية لهذه الفئات غير متخلى عنها. كاين تعليمات صارمة وجهت لكل مدراء النشاط الاجتماعي على مستوى الولايات وعلى مستوى الولايات المنتدبة، وبالدعم من لي سيلول دو بروكسيميتي، من الخلايا الجواريه للتضامن لي سي بي اس، اللي هي تسعى حتى لي زون انكلافي، لي زون فريمون لي بلوز انكلافي دو باي، باش تحصي هذه الفئات ونقدموا لها الدعم. وانتم كذلك نغتنم الفرصه كاسره الصحافه والاعلام، مشكورون لانكم راكم تدعمونا لي سي بي اس في اغلب الاحيان وين ما يقدروش لي سي بي اس. كاين بعض القنوات تعرفنا على أفراد أو عائلات أو أشخاص في حالة إلى الدعم والمساعدة والمرافقة، ورانا نستغلوا احنا حتى هذا ما تبثونه عبر قنواتكم سواء المقروءة ولا المرئية للوصول لهذه الأفراد أو هذه الفئات. سيدي الوزيرة فقط اسمحي لي وقف. الاختيار بالنسبة للاختيار لعلمكم، وكان الممثل كان سعادة السفير طرق ليه، كان كاين هناك برنامج من قبل في اعتنى بولايات شرق البلاد ما يسمى بباتسال نيا نور است الجيري. درك انتقلنا، كانت تجربه في شرق الجزائر، كاين تجربه راح نقوموا بها في غرب الجزائر. هذه الولايات الاختيار تاعها ما كانش عفوي او عشوائي، كانت مدروسه حسب الخريطه الوطنيه للولايات التي تحوي ولا التي تتضمن قرى تحتاج الى الدعم، قرى فقيره مصنفه، لانه كاين تصنيف عبر الولايات للبلديات الفقيره. لهذا كان اعتمدنا، كان بالتنسيق طبعا مع وزاره الداخليه، اعتمدنا اختيار هذه الست ولايات، وفي كل ولايه فيها اربع بلديات، لانه كاين 24 بلديه معنيه بهذا البرنامج. ونسعى كذلك الى تكلمنا صباحا مع الاخ نتاع وزاره الخارجيه وسعاده السفير، لما لا توسيع هذا البرنامج مستقبلا لولايات الجنوب الحدوديه كذلك، لانه كاين فيها مناطق فقيره، وهذا يصب في مسعى الحكومه حاليا اللي يركز كثيرا على الاهتمام بالتنميه المحليه على مستوى الولايات الجنوبيه وخاصه منها الولايات الحدوديه.